في كل مرة تتلقى مكالمة عبر هاتف في حجم كف اليد، أو تسحب أموالك بأمان عبر ماكينات الصراف الآلي حول العالم، ستشعر بأنك مدين بالفضل لمهندس مصري. هو المهندس محمد عطلة. ولد عطلة في بورسعيد عام 1924، وبعد تخرجه في علوم القاهرة انتقل لدراسة الهندسة الميكانيكية في الولايات المتحدة الأمريكية. وفور حصوله على الدكتوراه في تخصصه الهندسي عام 1949، التحق بالعمل في مختبرات بيل للهواتف، وأظهر نبوغاً في تطوير خصائص الهواتف وتحسين أداء مكوناتها الدقيقة. وفي 1956 قاد عطلة فريقاً من المتطوعين لأبحاث الترانزستور، وعلى مدار 4 سنوات لم يصدق أحد أنه قادر على إحداث فارق في تكنولوجيا أشباه الموصلات، لكنه في النهاية أبهر العالم بتطويره تكنولوجيا الترانزستور التي أحدثت ثورة في هندسة الإلكترونيات. فقدم المهندس عطلة إلى العالم هدية في حجم عقلة الإصبع باسم الترانزستور الحقلي أو موسفت، وقال عنه المكتب الأمريكي لبراءات الاختراع إنه الركيزة الأساسية لصناعة الإلكترونيات الحديثة. وفي 1972 اخترع عطلة نظاماً جديداً لتأمين التعاملات البنكية عبر شبكات الاتصالات، واشتهر اختراعه باسم صندوق عطلة لتشفير رسائل ماكينات الصراف الآلي حول العالم. وكرمته الولايات المتحدة بوسام بنجامين فرانكلين للعلوم والهندسة قبل رحيله في ديسمبر 2009.